السلام عليكم. اكبر عمليات النصب اللي كتوقع في المغرب كتوقع في المجال ديال العقار، اي منين كتجي تشري شي عقار، دار ولا بارتما ولا بقعة. داكشي علاش هاد الفيديو اليوم سجلو عندك، عقل على الكلام اللي غيجي فيه وبارطاجيه وصيفطو لاي واحد كتعرف. المعلومات اللي فيه غتكون بحال شي درع، غادي تحميك من انه يتنصب عليك منين تجي دير شي عمليه من هاد النوع، انك تشري شي دار ولا بارتما ولا بقعة، خصوصا ان هاد العمليه يمكن ديرها مره في حياتك، ولا مشى لك فيها رزقك صعيب تعوضه. بلا ما نطولوا ندخلوا في الموضوع، خصك تعرف انك ملي كتشري شي عقار كما قلنا دار ولا بقعه ولا بارتما وشريتي من عند شي واحد، ردوا البال مزيان، ما عندوش الملكيه. مثلا بحال شي واحد غير مستفيد، عطاتو الدوله شي بقعه، مازال مستفيد، مازال ما خرجاتش ملكيه كتثبت ان داك الملك ديالو وعندو الحق يبيعو ليك. انك الا شريتي من عند المستفيد ولا شريتي عند شي واحد ما عندوش ملكيه حقيقيه ديال داك العقار، راك مقمر. فيا اما غتستقليك تحتي في ولد الناس ملي غتخرجوا الملكيه بسميتو، غيعاود يدوز معاك الوراق من جديد باش تخرج ديك الملكيه انت بسميتك، يا اما تقدر تخرج في واحد النصاب اللي منين تخرج له كاع الملكيه بسميتو، يا اما يتكى عليك ويبيع لواحد اخر، يا اما تلقاه بايع لواحد اخر بديك الشهاده ديال الاستفاده اللي كانت عنده، يا اما يبقى يساومك باش يكمل معاك الاجراءات وتحفظ ولا تدوز الملكيه ديال داك العقار بسميتك انت. ثاني حاجه، الملكيه العدليه بالانواع ديالها كامله. هاد الملكيه العدليه حتى هي فيها نوع من المغامره، ما غنقولش كتقمر بحال هذاك اللي استفاده ما عندوش كاع الملكيه، ولكن فيها نوع من المغامره. فالا ورد البال مزيان، اضطريتي حاول قدر الامكان انك تمشي تشري ملك ولا تشري واحد العقار، دار ولا بارتمون ولا بقعة، تكون محفظة باش اين فوا تشريها تسجلها وتحفظها بسميتك انت. صافي سالا الفيلم. فالا اضطريتي لقيتي شي همزه بغيتي تغامر، كيما قلت راك مغامر، بغيتي تغامر الثمن طايح شويه، هذاك هو جهدك. ديك البقعه اللي محفظه غتشريها مثلا ب 20 ولا 30، هذيك تقدر تشريها ب 15 ولا 16. المهم اضطريتي وبغيتي تغامر، اين فوا تشري ملكيه عدليه مباشره سير دير مطلب التحفيظ. يقدر داك مطلب التحفيظ يبقى غا مطلب تحفيظ، ما يوليش داك الملك ولا داك العقار محفظ 100%، يبقى غا في مطلب التحفيظ، ولكن على الاقل داك مطلب التحفيظ كيقوي ديك الملكيه العدليه. مزيان وتبعوا مزيان، سجل عندك هاد الامور، حطهم قدام عينيك منين تجي تشري، جبدهم حطهم قدامك باش يحميوك انه يتنصب عليك. واحد الحاجه اخرى، ردوا لها البال مزيان، وراه كتوقع بزاف. ومؤخرا وقعت واحد السيد شرا بقعه، مشى شافها، تفاهم مع مولاها، عجباته، جات على الشارع، عقلو مزيان، جات على الشارع، واخا الثمن ديالها زايد على البقايا الاخرين اللي في نفس التجزئه، هي جات على الشارع وزوينه ومزيانه، اتفق مع مولها، مشاو للنوطير، تكاتبوا بقعه الفلانيه في التجزئه الفلانيه، اي يا سيدي ها فلوسك، ها الملكيه ديالك، ها عقد البيع ديالك. مشى السيد ميكال هذيك البقعه، قال ما غنبنيهاش دابا، غنصبر شويه، نجمع فليسات ونوريك الامور ديالي، ومن بعد نبنيها ولا نبيعها. حتى تفاجأ واحد النهار، ضرب دويره تما لقاها كتبنى. او مشى كيقلب، قال له سيدي راه شريت انا البقعه الملكيه ديالها. قال له الاخر لا، انا اللي شاريها الملكيه ديالها. فملي مشى كيقلب لقى ان الشخص اللي باع له كانوا عنده جوج بقاعي في نفس التجزئه ولا اكثر، المهم كان عنده اكثر من بقعه في ديك التجزئه. فوراه البقعه الزوينه وباع له البقعه الاخرى. النوطير راه ما يخرجش معاك، وحتى الا خرج راه صعيب غير من الملكيه ديال داك العقار ديال البقعه ولا حتى الدار بعض المرات تعرف ان هي هذيك اللي شريتي. فشنو غدير في هذه الحاله؟ كما قلت، شنو الدرع، شنو الاجراء اللي يمكن يحميك انه يوقع لك في حال هذا الشيء هذا؟ انا نوريك. اول حاجه سيدي، ما تكتفيش بالملكيه، نمشي نشوف دفتر التحملات ديال ديك التجزئه والبلان ديال التجزئه باش نعرف هذيك البقعه اللي غنشري فينا هي بالضبط. وحتى الاجراء ما كافيش، تقدر تقول به نمشي يا سيدي ناخذ الملكيه ديال ديك البقعه ولا حتى الدار بعض المرات، وكاين واحد البلان اخر، واحد القالب اخر كيوقع حتى في البارتمان انا جاي ليه. اذا ندي ديك الملكيه ونمشي للمحافظه، مصلحه سميتها مصلحه المسح العقاري، غنجيب واحد الحاجه سميتها البلون كاداسترال، عقلوا عليه مزيان، ولا التصميم العقاري بالعربيه، نمشي نطلبو ونخلص عليه واحد 100 درهم ونجيبو. انت ما تقشبل فيه تلعبه، غتمشي عند الطوبوغراف وغتوريه الملكيه وتوريه داك التصميم العقاري ولا البلون كاداسترال، وتديه معاك باش ياكد لك ان ديك الملكيه وداك التصميم العقاري داك البلون كاداسترال هو ديال ديك البقعه، غيعرف الحدود ديالها والاحداثيات والمساحه والموقع. ديك الساعه غتاكد ان ديك البقعه ولا ديك الدار اللي غتشري هي اللي شفتي.
ويقدر هذا البلان كما قلت قبيله يوقع لك حتى في بارتمات، يقدر يقلب لك الشقه طلعك مثلا للدوزيام ايطاج فيها 3 ولا 4 بارتمات ويوريك الزوينه فيهم، يكون معلق فيها رقم 5 ورقم 5 هي واحده اخرى، وتمشي تبيع انت على انك شريتي الشقه رقم 5 في الطابق الثاني في العماره فلان فلانيه، وانت راه شاري شقه اخرى في نفس الطابق، وتكون الفينيسيون ديالها عيانه وتكون جات لداخل ما عندهاش راج مع برا ولا اي حاجه اخرى اللي كتنقص القيمه ديالها على هذيك اللي شفتي انت. واحد الحاجه اخرى، تاكد ديما انك تكتب عند واحد من المهنيين، الا قدرتي النوطير احسن حاجه، ما قدرتيش عند العدول الا كانت ملكيه عدليه ولا شي حاجه، ما قدرتيش عند محامي مقبول في النقد. وتاكد من واحد الحاجه، ان الثمن الشراء باش كتشري راه تابعه مصاريف اخرى، باش دير حسابك راه ملي كتشري مثلا واحد البارتمان ب 30 مليون راه مازال تابعه الاتعاب ديال داك الموثق النوطير ولا العدول، مازال تابعه التسجيل والتحفيظ اللي كيقدر يوصل حتى 3 4 د المليون. فدير حسابك ملي كتشري انه كاين مصاريف فوق الثمن باش شريتي. مزيان، كاين واحد النوع سيدي، انا كما قلت غنعطيكم واحد الدرع اللي يحميك في جميع الحالات اللي غتشري فيها. كاين اللي كيشري في البلان، كيكون واحد المقاول واحد الشركه عقاريه كتبني، يلاه بدات مازال عاد الارض خاويه عاد تبني، وكتقول لك شري في البلان، ها البلان كي داير، بغيتي دارها هي، بغيتي محلها هو، بغيتي بارتما هي، في البلان مازال ما كاين حتى حاجه. وهاد الشريه في البلان كتدفع الدفعه الاولى، وكتدفع شويه ملي كتوصل الاشغال النص، وكتدفع شويه ملي كيقربوا يكملوا، وكتكمل لهم ملي غتسلم. فرد البال ملي تبغي تشري في البلان، اهم حوايج تركز فيهم هما هاد، انك تاكد ان ديك الارض اللي غيدير فيها داك المشروع اللي غتشري منه ديال ديك الشركه ولا ديال داك المقاول اللي غتشري منه، ماشي بسمية شي حد اخر. وتاكد كذلك ان ديك الارض اللي غيدير على هذا المشروع ما راهناهاش شي جهه، ما راهناهاش للبنكه، ما شدش عليها كريدي في البنكه، لان تقدر تجي البنكه تستولي عليها الا ما خلصش داك الكريدي ويهزك انت الماء. وتاكد كذلك مادام غتشري في البلان عقار في طور الانجاز كما كيجي في القانون، ان كاين واحد التامين لاسيرونس، بحال لاسيرونس ديال الطوموبيل توقعات قصيده يعوضوك حتى هذا المشروع الا وقعت له قصيده وما كملش، لاسيرونس تعطيك ديك الفلوس اللي دفعتي. فتاكد ان هذا المشروع عنده تامين في حاله الا وقع فيه شي مشكل وما كملش. وتاكد كذلك الا غتشري في البلان ان هذه الشركه ولا هذا المقاول شاد رخصه البناء، وتاكد من البلان باش تعرف شنو غتشري والمواصفات اللي غتشري من بعد. وتاكد الا عطاك شي وعود على شي فينيسيون في شكل داك الدار ولا داك المحل ولا داك بارتما، تاكد انك تحطها في العقد باش تكون من شروط العقد، ماشي انت يعطيك وعود انا غندير لك فينيسيون بكذا وغندير لك البيبان بكذا وغندير لك لا موزيك وغندير لك الفايونس وغندير لك القبس، ومني تجي تسلم ما تلقى حتى حاجه من داكشي اللي وعدك به. تاكد تحط دوك الشروط في العقد اللي غدير معاه. مزيان، واخيرا الا كنتي غتشري بارتما ولا دار باش تستافد من الدعم وباغي تستافد من الدعم، تاكد قبل ما تشري ان هاد البارتما هادي شاده رخصه السكن بيرمي دابيتي فوق شهر 1 2023، اقل حاجه شهر 1 2023، الا كانت في 2022 راه ما تقبلكش في الدعم. وتاكد كذلك ان اول بيع عليها ها هي رخصه السكن سيدي اقل حاجه جونفي يناير 2023، ولكن فين تباعت وهذه البيعه الثانيه ديالها راه ما دايزاش في الدعم، خص تكون اول بيع. فتاكد من الامور ولا الشروط اللي حاطه الدوله في الديور ولا البارتمات اللي غتعطي لهم الدعم، باش ما تزرفش تكتب ولا تعربن ولا تعطي تصبيق ولا دير وعد بالبيع مع مولا البارتما وما تقبلكش الدعم ويقول لك لا خويا عربون ما كيطردش، لا خويا كمل معايا درتي وعد بالبيع كمل معايا فلوس ما رداش لك، كمل معايا خويا البيع انا شغلي انا ما وعدتك لا بدعم لا والو. اذا تاكد ان الشقه ولا الدار اللي غتشري فيها الشروط ديال الدعم الا كنتي باغي تشد عليها الدعم. كنظن عطيتكم ولا حطيت في يدكم جميع الاسرار والطرق اللي يمكن يتنصب عليك بها منين تجي تشري شي عقار دار ولا بارتما ولا بقعه، فحط هذه المعلومات ديما قدامك منين تجي دير على هذه العمليات ديال البيع ولا الشراء اللي ذكرت. الله يعاونكم.